Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima. Wa kana Allahu samian 'alima. Amara. بعد الحمد والثناء فيا رئيس هذه الحمد الطيبة المباركة الأسبوعية وخذاتها الآخرين وإخواننا في الله الحاضرين إني أرحب بكم ترحيما حارا من صميم قلبي وإني قد قمت بين أيديكم وإنكم قد علمتم أن موضوعي المعين قد أوتيه التهذيب من بداءة اللسان min islahil bayan alam jumaah insyaallah ta'ala astahidu an ubayyina mubinan hadal mawdu'a wa ma tawfiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi munib ayyuhal hadiruna wal karam ta'ala na'arifu awwalan fil badat wal badatu ma'naha wa hiyal kalamul qawi wal kalamul fahisha wal kalam qadir wa ghairu dhalik wal badatu ma'naha istilahan kama qala Syaikhul Imam An-Nawawi rahimahullah di kitabihi At-Tawakkuf ala Muhimmati Ta'aruf wal badatu wa hiya al-fuhshu wal qawlu fil mantik wa in kana al kalamu صدقاً. يا عباد الله وهذا فإن الله سبحانه وتعالى لا يكره فإن الله سبحانه وتعالى يكرهها ولا يحبها ويكره صاحبها ولا يحب صاحبها ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام بكل أنواع الفاحشة الذي ذكره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده أحمد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفاحش أيها الطلاب ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يبغض الفاحش البذيء فقد أخرج الترمذي رحمه الله في أبواب البر والصلة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من قلب حسن وإن الله سبحانه وتعالى لا يبغض الفاحشة البذيئة أيها الإخوة المسلمون ولذلك فإن البذات اللسان من شعاب النفاق فقد أخرج الترمذي والحاكم في المستدرك عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء والإي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق يا عباد الله وهكذا نعرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يعملون من هذا كلامه إنه المسلم الحقيقي الذي ذكره البخاري رحمه الله وأحمد رحمه الله
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من حضر منح الله عنه أيها الطلاب ولذلك في ذو القرآن الكريم وصحيح السنة يمكن أن نفهم أنه نازبوننا أن نمتنيا عن كل أنواع الكلام الفاحشة والبغضاء فمن لم يمتني فله النار بالجهنم هكذا أخرجه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبغضاء في الجفاء والجفاء والجفاء في النار أيها الطلاب ولذلك فإن بذات اللسان هي يكرهها الله سبحانه وتعالى ولا يحبها ويكره صاحبها أيها الطالب Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bil bazatil lisan hiya al haram ayyuhal hadirun wal kiram wa akhira uridu an aqula inna Allah Subhanahu wa ta'ala yubghiduna عن كل أنواع الفاحشة والبغضاء فبعد قول هذا أتم كلام هاهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته